السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توضيح بشأن حشيشة أو عشبة العلندة، فيعني أثارت كثير من الأخبار، ويعني تقريبا هذه الحشيشة أو هذه العشبة يعني غزت جميع يعني المواقع الاجتماعية، يعني صفحات المواقع الاجتماعية وكذلك كثير من صفحات اليوتيوب، يعني مواقع اليوتيوب. فيعني لا يمكن أن يمر شيء هكذا من أمامنا ونحن يعني باحثين في أكاديميين يعني في الجامعات، ولا يمكن أن نترك هذه الأشياء تمرر للناس ويضلل الناس هكذا ونحن قضينا 30 سنة من البحث العلمي في المختبرات. فيعني وقد حذرنا الناس يعني من اتباع هذه الأشياء والانزلاق يعني حولها، هذه البروباغندا يعني قوية جدا، ولا ندري من أين تخرج هذه الأشياء. فسنوضح هذه الأشياء يعني على مستوى عالي. نحن نوضح للناس، نحن لا ننصح ولا نمنع، فقط نوضح للناس حقيقة الأمر. ويعني طبعا لما نوضح فالناس هم الذين يجب أن يختاروا يعني ماذا يفعلون. فهذه الحشيشة أو هذه العشبة ممنوعة في القارة الأمريكية، وممنوعة كذلك الأوروبيين مانعينها، ممنوعة منعا كليا. يعني الناس يعني ظهرت في 2018 هكذا في الدول العربية وبهذا الشكل القوي، يعني غزت يعني كشيء غريب جدا. فلا تظن، لا يظن الناس أن هذه الأشياء تمر، ولا يظن الناس أن هناك شيء فوق الأرض يعني لم يجرى عليه أبحاث علمية. لا يمكن، لا يمكن. كل الأشياء يعني مدققة، وكل شيء يعني موثقة، ويعني يعني هذه الكيماويات والتركيب الكيماوي والأشياء هذه كلها، يعني جميع الأعشاب السامة والأعشاب الطبية والأعشاب المنكهة والأعشاب، كل الأشياء هذه كلها درست، كل الأعشاب درست، ليس هناك شيء يخرج من التراب، التراب لم يدرس، لا يوجد. حتى الأعشاب البحر درست. هذا يعني نوضح للناس أن يعني هذه الأشياء 1990 حتى 1997 هذه الحشيشة ممنوعة في الولايات المتحدة، ممنوعة في أمريكا وكذلك في كندا. 97 حتى 2003 كان هناك يعني جدال سياسي قضائي يعني حقوقي إلى آخره. فيعني بدأت بعض المكونات يعني تخرج للسوق إلى آخره. 2003 منعت من جديد، ثم 2000 يعني منعت من 97 2003 كان هناك جدال، ثم رخصوا لبعض الجزيئات، حيث هناك الإفيدرا، العلندا إفيدرا التي تستعمل كحشيشة كعشبة، وهناك مستخلص الإفيدرا اللي هو الإفيدرين، مكون الإفيدرين كيماويا معروف وأثاره معروفة يعني. ثم يعني جدال ثاني فمنعت، ثم جدال ثاني فرخص أو لم يرخص لها. فإلى حد الآن هذه يعني تعتبر من العلاجات الشخصية، يعني كأن شخص يعطيك نصيحة وليست أشياء معتمدة وعندها أسس علمية. أن شخص يأتي بشيء من الغابة ثم يعطيه للناس، يعني تدخل في العلاجات الشخصية، والعلاجات الشخصية غير مسؤولة. طبعاً علاجات غير مسؤولة، لأن العلاجات تكون عشوائية. أما العلاجات المعتمدة والتي يسمح بها إما في الطب الطبيعي أو الطب الكيماوي أو الطب الهندي أو الطب الصيني أو فهذه أشياء تكون معتمدة. يعني علي تقول أنا أعتمد مثلاً علاج في الطب الصيني ممكن، أو عشبة تستعمل في الهند، نعم أعتمد، نعم. لماذا؟ لأنني اعتمدت على أسس في هذا البلاد، لأن هناك من يعني يستعملها. فعشبة العلندا الإفيدرا هذه هي يعني فيها المكونات القوية، هي الإفيدرين والميتيل سيفيدرين والنور إفيدرين، هي النور إفيدرين هي اللي عاملة مشكل. ثم فيها الإفيدرين، مكون الإفيدرين هذا يعني أربع جزيئات هذه توجد في هذه عشبة العلندا. طبعا هذه المكونات الآن الناس يتكلمون عن علاج سرطان وعلاج يعني سحري، ويعني أن اندثرت هذه الأورام السرطانية لم تعود إلى آخره. فربما هذه الأورام ممكن أن تندثر يعني بأبسط شيء، ربما خرشوف يجعل هذه الأشياء تندثر، فهناك من تعالج بدون أي شيء. لكن يعني أن نعمم وأن نعتمد بأن هذه الحشيشة هي تعالج سرطان أو تعالج مرض، ماذا؟ فغير مقبول أكاديميا، غير مقبول. لأن البحث العلمي الجامعي هكذا يقول، نحن نعلم طبيعة المكونات القوية في جميع اليد. وسبق أن يعني شرحت للناس أن أي المكونات الكيماوية لما نشخصها بالكروماتوغرافيا نعطيها اسم العشبة،
فالعشبة اسمها الإفيدرا، المكونات سميناهم الإفيدرين، اللي هي النوريفيدرين، الميتيل سيفيدرين، والبسودو إفيدرين، والإفيدرين، أربعة يعني واخدين اسم الإفيدرا، هذه العلندة هذه. لما مثلا نشخص شيء في القرفة، مثلا القرفة اسمها السيناميك بالاسم اللاتيني، فأعطيناه ألديهيد سيناميك، سيناملديهيد هذا. لما نشخص مثلا شيء في السمسم، هذا السيزام، سيزام سميها سيزامولين وسيزامين، يعني المكونات نسميهم باسم العشبة، هذه الإفيدرا وهذه الإفيدرين. فهناك مستخلص العلندة، مستخلص الإفيدرا هذا اللي موجود يعني كمعتمد، هذا عنده شركة، عنده أصحاب، هذه يعني هذو يتحملون مسؤوليته. أما استخدام العشبة هذه الحشيشة بطريقة عشوائية، وأن نغليها مع الماء ونشربها، وأن هناك سرطان دتر، هذه فلا يمكن أن نضعف أمام هذه البروباغندا، لا يمكن، الباحثين لا يمكن أن يضعفوا ضمانية، إما أن يكون بحث معتمد علمي له أسس علمية، نعم، إما أن لا يكون له أسس علمية ولا يخضع للبحث العلمي، فلن يقبل، ولن يقبل ولو عالج الناس، لن يقبل. فهذه الأشياء نوضح للناس ليس بهذه البساطة وليس بهذه الأشياء، وهذا شيء ليس سري وليس شيء جديد ولم يكتشف بالأمس. أنا تكلمت عن 1990، هذه العشبة ممنوعة منعا كليا، الآن القانون الأمريكي والقانون الأوروبي الآن يتحفظ من هذه العشبة، فقط بعد استعمالات في الطب القديم، وليس فيه سرطان، فيه بأن عند هذا الإفيدرا مكون الإفيدرين، هذه هذا يعني مستخلص، يعني هذا يعني المركب الكيماوي الموجود في العالم ده، الإفيدرين وكذلك النوريفيدرين، عنده مشكل أنه يعني أنه كيفتح هذه القصبة الهوائية، أو يفتح هذه المسالك الهوائية، يعني الجهاز التنفسي يفتح يعني هذه القنوات، لأن ملي كضيق طبعا المرض الربو سميناه الضيقة في المغرب، نسميه الضيقة لماذا؟ لأنه كيضيق هذه المسالك، يعني هذه التنفسية كضيق، ثم يختنق الشخص، يحس باختناق. فهذه العشبة يعني تفتح شيئا ما هذه المسالك، يعني التنفسية طبعا، و قد تستعمل الأشخاص اللي عندهم ربو، ولكن تحت المراقبة، اللي عندهم ربو تحت المراقبة، أو شيء من الحساسية وهكذا. لكن استعمالات أخرى غير واردة، لأن سرطان أو أشياء أخرى غير واردة، لما أن لأنها هي عندها المشكل ستيميليتيف إيفكت، هي هذه الإفيدرين مادة تدخل في الدوباج، يعني تدخل مع المواد التي تستعمل في الدوباج، وتستعمل مع الكافيين، يعني كتعمل مع الكافيين، هي هذه الإفيدرين كتعمل مع الكافيين، يعني هي نفس المفعول ولكن كتعمل معها باش تعطي هاد الحالة عليهم خاصية الدوباج هذه، اللي طب معروفة عن الأشياء هذه. وحتى يعني هناك تراكز قد توجد عند البول، شرف الله قدر المشاهد الكريم، عند الرياضيين من مادة هذه، فليس هناك مشكل، يعني ما تطبقش على القانون ديال الدوباج ديال هذه المسائل هذه، يعني فقط. أما يعني أن تحدث هلع وتحدث هذه الأشياء هذه، فسيكون دائما توضيح، ونحن هذا البرنامج توضيح، يعني أنشأناه من أجل هذه الأشياء، لأننا نعلم مسبقا أن هناك أشياء غريبة وعجيبة ستصل إلى الناس عبر الميديا طبعا، لأن نحن نعيش في عصر الميديا، ونحن كباحثين كما قلت لن نضعف أمام الأشياء التي لا تخضع للمنهاج العلمي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.